السلام عليكم، صباح الخير عليكم الخوت، كي دايرين؟ كلشي بخير؟ كي صبحتو؟ كنتمنى ان شاء الله تصبحوا بخير وعلى خير. هذه تقريبا 9:30 ديال الصباح دابا عندنا هنايا، وخرجت لهاد الشميشه ديالها، طلعت الشميشه تبارك الله. انا جالس في هاد لاطيراس هذا اللي وريتكم ديك النهارات، وبالمناسبه الخوت عطاوني العكاز، عطاوني العكاز باش نتمشى. الى كيبان لكم هو عطوني جوج هكاك زوال، لكن دابا تخدم انا على واحد. المهم ماشي المهم هو هذا. المهم الخوت اليوم غادي نخرج من السبيطار، غادي نخرج من عند هاد الفرقه هادي اللي فيها دابا انايا، ديال الالم، هاد الاوت ديالين ولا شي يقول لي، هاد المجموعه هادي اللي فيها دابا انايا، اللي نعست عندهم دابا شي تقريبا شي 4 ايام 4 ليلات ديال الالم. اليوم غادي يصيفطوني للدار، وغادي يصيفطوني المهم بانني ما نقدرش ندير حتى حاجه، حتى نخدم ما نقدرش نخدم، ما نقدر ندير حتى حاجه، يعني نبقى في الدار، قامر غادي يحافظ الدار وهذا. وغادي نشوف تجي عندي، يجو عندي هما للدار دابا اذا كنت نحتاجهم دابا، الاطباء ولا هادو الفرمليه غادي يبقاو يجيو على حسب الدواء، يبقى يعطوني الدواء والمسائل. غادي يعطيو ليا في الدار مره في 15 يوم غادي يجيو، وغادي يحطوا ليا الادويه ديالي اللي غادي نتبعهم وداكشي. وان شاء الله نبدا ان شاء الله من هنا لواحد 3 ايام 4 ايام غادي نبدا في الكيمو، نبريباري الكيمو الجديد داخل الكيمو اللي غادي يجي من مورا هذا، لان قالوا لي ودي عندك واحد لاشونس يعني في واحد الكيمو اللي غادي يبداو معايا ان شاء الله، في السيمانه الجايه، ما عرفتش امتى، مهم واحد السيمانه ولا جوج سيمانات غادي يبدا داك الكيمو. وكنتمنوا يكون احسن من هاد الاخر هذا اللي داروا ليا، لان هذا الاخر ما خدامش ليا وما معاوني، ما ساعدنيش وغير قصحني بزاف، يعني كليت فيه العصا بزاف. الا كنت ردد البال السيمانه الفايتين راه كنت ما كنديرش الفيديوهات ما والو، لان صافي وصلت فيه العظم. هادشي اللي كاين الخوت، وان شاء الله كنتمنوا ان شاء الله الكيمو الجديد اللي غادي يجيو اللي غادي يديروه غادي يكون مزيان، وغادي تكون واحد السيمانه غادي يديروها ليا غرب، غادي يتبعوا معايا غرب الفيتامين بي 12، واحد الفيتامين بي 12 هما اللي قال لي غادي نديروا لك واحد السيمانه باش تكون عندك داك سميتو، تكون عندك صح عندك داك الجهاز المناعي، عرفتي، ايميون سيستم، يكون قاد على الكيمو. ان شاء الله غيدير واحد السيمانه ديال بي 12، ديال الفيتامين بي 12، باش تكون جاهد شويه ان شاء الله وترجع الروح في بنادم، ويبداو معايا في الكيمو الجديد اللي هو ان شاء الله كنتمناو حتى هو يكون زوين. المهم ما عرفتش، لان هذاك الاخر اللي كانوا داروا ليا في الاول ما كانش كيطلع للراس، كان حدو الدات لتحت، ودابا ما بغاو شي حاجه اللي تخدم لهم حتى داكشي اللي كان عندي في الراس ساعد. وهادشي اللي كاين الخوت، داكشي علاش حبسو معايا الكيمو، على حساب هداكشي ما تخدمش للراس، وكيتزاد داك السرطان كيتزاد في الراس، داكشي علاش حبسوه. دابا غادي يعاودو معايا ان شاء الله، هذا غادي يعاودو معايا ان شاء الله جديد، ونتمنوا ان شاء الله غادي الكيمو هذا اللي غادي يعاودو ليا معايا السيمانه الجايه ولا من جوج سيمانات، غنقول لكم ان شاء الله غدا ولا بعد غدا نقول لكم امتى ان شاء الله غادي عندي يكون عندي الكيمو الجديد، وكيفاش غادي بريبارا وداكشي، وكيفاش غادي بريبارا الفيتامين بي 12، وغنقول لكم داكشي اللي غادي يقول لي ان شاء الله فاش نتلاقى مع الدكتوره اللي يمكن اللي مكلفه ليا بالكيمو ان شاء الله، حيت دابا ما تلاقيتش معاها من السيمانه فاتت، من نهار تفاقت معاهم في ديك البلاصه اللي كنت معاهم فيها تمايا. ان شاء الله دابا جيت لهادي على حساب الالم، وتساعدوا معايا بزاف ديال الحوايج، لا من الالم لا من الحاجيات ديال السوسيال، لا من الحاجيات ديالي انا اللي كنحتاجهم، تساعدوا معايا بزاف. وان شاء الله اليوم راه غادي نخرج من عندهم ونكمل في الدار، نمشي للدار نكمل بوحدي ترونكيل، يعطوني الادويه ولا هذا فوالا، وغادي يجيو شي فرمليه بعض المرات غادي يعطوني الادويه تما، يزودوني بالادويه والمسائل. و كاين المساعده، عطوني العكاكز، وهاديك السيده عطاتني العكاكز، حتى هي غادي تبقى تجي باش تروضني حتى هي الا كنت خاصني شي هذا. المهم كاين بزاف ديال لي زافونتاج الحمد لله في هاد القضيه هادي مع هاد الناس هادو، كاين بزاف ديال لي زافونتاج، وكنتمنوا ان شاء الله الجديد، وكاين ان شاء الله غادي يكون الجديد، لان الناس هادو الله عمرها دار، وكيتساعدوا مع الانسان
بزاف ديال الحوايج، وكنتمنى ان شاء الله حنا غنتشافوا. هذا هو المهم في القضيه هذه كامله، ان شاء الله يتشافى بنادم. دابا راه عطوني العكاكز، لان ما كنتمشاش واحد الرجل، ما كنتمشاش بها نهائيا. واحد الرجل صافي لا تعودت عليها، صافي ما غاديش نوض. الا عودت على واحد الرجل هنايا ما غاديش نوض، لان السلام الرجل اليمنيه عيات. وكما قلت لكم الخوت، راه الكيمو كلا الكيمو اللي داروا ليا في الاول فيه تمر، كريت فيه العصا بزاف، كريت فيه العصا بزاف، وان شاء الله ما يكون على خير. لينا ما كناكلش، ما كنش ما بقيتش كناكل، فداك ولات كتجي عندي الدقيه بزاف، بزاف ديال الاعراض، بزاف ديال الاعراض ديال هذا الكيمو اللي داروا ليا، كانوا بزاف الاعراض ديالو قاصحه بزاف، ما قدرتش الدات ديالي ما قدرتش تاخذو. ونقصت في من ناحيه الوزن، نقصت بزاف، وهاد الرجل هادي مابقاش عندي كتفونكسيوني كاع. داكشي عطوني العكاكز، دابا عطوني جوج ديال العكاكز، وان شاء الله ما يكون الخير. هذا هو اللي نتمناو الاخوت، ان شاء الله الله يجيب لي فيها الخير، ونشوفو ان شاء الله فيديو جديد ان شاء الله. يمنا واحد يومين ولا ثلاث ايام ان شاء الله، على ما نتأثر في الدار ونشوف اشنو كاين وكيفاش كنحس العبد عندي، والبداية ديال الكيمو الجديد ان شاء الله اللي غادي يديرو ليا دابا، ما يكون على خير ان شاء الله الخوت. يلاه السلام عليكم، كنتمنى ان شاء الله يدوز عندكم واحد النهار زوين. تحياتي لكم كاملين، وما نساوش اللايكات، ما نساوش اللايكات والبارطاج. الله يحفظكم، شكرا بزاف.